إخوان السلام عليكم ورحمة الله. واليوم كما القاعدة غادي نبداو الخطاب ديالنا بعدا كما هذا، وبعدا نطلبوا من الله باش ملك البلاد
يفيق ويعيق ويشوف من حالنا، لان الحال بهاد السيتياسيون ما تبقاش ديما غاديه مستمره، لان دابا السجون امراض بالناس اللي ما داروا والو. واش عبر الله واحد يغني اغنيه وتشدوه في الكوميسيارية؟ اش من معقول؟ فلهذا نطلبوا الله يعفو على هذا الملك، ولا ما بغاش يعفو عليه يعفو لينا على الوالي العاد ويحفظو لينا، يمكن نلقاو معاه ماشي حنايا ولادنا نلقاو معاه شي حل. ونتمنوا طول الحياة تهار التيس لا برنسيس خديجة، ان شاء الله تكون هي البرنسيس ديال البرنسيباليتي تاع الدار البيضاء، لان رغم انني ماشي انفصالي ولكن باغي الحرية ديالي في الدار البيضاء، لانها عمروها لي الشفارة لي جايين خارج البلاد. فلهذا نتمنى ان شاء الله يمكن ماشي في حياتي ولكن في حياة ولادي تكون الدار البيضاء برنسيباليتي تابع المملكة المغربية، ولكن نحكمو بكرزنا بيدينا. وفهمتي وصاحب الجلالة؟ واطلق لنا العباد الله اللي عندك في السجون بركة بركة. هاد الكلاب اللي دايرين بيك، هاد الكلاب اللي عندك في الحكومة، راه ما ديرو هما السبب ديال هادشي اللي وقع بين الشعب وبينكم. يا صاحب الجلالة وناديك من هاد المنبر، من هاد المنبر باش تعفو علينا على السجناء ديال الريف، ديال جرادة ويا زاكورة وديال الدار البيضاء. المروكي داش مدرب ودربهم تا هو، درب المروكي عفيل على شي صحابو تا هو تما. فلهذا ما نطوش على خوتي المغاربة فهاد اليوم الجمعة، واخا غادي تشوفوها نهار السبت، لأن كان عندي عطاب تقني والمروكي ما كانش مستعد يصلح لي لهاد الأمور التكنولوجية، لأنه كان شوية في تحت الودع تحت الطقس كما يقولون باللغة الإنجليزية. فلهذا دعوا معنا أنا والمروكي باش نبقاو مستمرين في التبرقيق والنميمة وتنتكلموا، لأن هذا المنبر الخطاب الصحيح الصحيح بدون منافقة. احنا هما احنا مستقلين على وزارة الأوقاف، ما عندنا معها حتى شي علاقات، وتقول ما تعطينا لا فلوس ولا تاخذوا معنا فلوس، واخا بغي يشريونا ما نشروش مع هذا. دوروا مع هذا المروكي هذا وشروه. هي انت واش انت البيع ولا ماشي البيع؟ قال لي كان غادي يسبني، ولكن حتى اليوم الجمعه ما بغاش يسبني. فلهذا ما نطولش عليكم بزاف ونخلي لكم حسن النظر، وعلقوا ولا تعلقوا ويديكم. فلهذا راني غادي نختموا هاد الخطبه بواحد الصوره، نقول الله يحفظنا والله ينصرنا والله يطير علينا هاد الحكومه هادي، هاد الحكومه اللي حاكمه علينا، وهذا الكتاب السامون ووزير الاوقاف والاول، تبعوا لك مدير الاذاعه وتبعوا لك سطيله، ديك سطيله هذيك القواله الكبيره، اقولها واتحمل مسؤوليتها. فلهذا من هاد الخطبة هادي خطبة فريدة في نوعها. الله الله على كلمة السي المروكي، تنفعني بالكلمة السي المروكي. غادي يدير لي يكتب لي أغنية 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 عاش السكيرية. وياك باش حنا ما نقولهاش، اللهم نخلي الخطاب نقي. فلهذا تنودعكم والله ينصركم ويطير عمركم ويطول عمركم. ايوا هذا، واللي بغى يعلق يعلق وصافي. فهذا ندعوكم نشوفكم عما قريب. هاد الخطبه هادي شويه تجيكم عطله، ولكن قال لك العيد النافه كما قالوا لك صحابنا سبيك انجلش، ايوا دوك صحاب بالي فرونسي دوم الله يخلي سلعه. تحياتي الاخوان ديال فرنسا. فلهذا تبقوا على خير ومع السلامه.